Mr. Gonzalez. Yes. So yes, I believe we reached to Italy. Okay. I can see this, you know, grape yes. cannot exist, Venice. but in Italy. It's called Venice. In Italy. So يمكن بس تكلمنا عن العنب هذا وأهميته ومن وين وإيش أنواعه. هذا طبعا عندي تقريبا 12 نوع من الفرايتيز يعني والسلالات. ما شاء الله. أيوة. وطبعا هذا أفضل سلالة اللي هي يعني صفيوا عليها خلاص. طبعا في بعضها ممكن عصائر وممكن مائدة. وكله مطعم ومطعم بالشمع يعني يعطيك السلالة الأصل بالضبط. أيوة. بعدين كله ثماري ما شاء الله يعني كله يثمر ولكن طريقة الزراعة وطريقة الجني المحصول وطريقة السقي هذه مهمة جدا جدا. أيوة يعني أنت مجرد ما تشتري الشجرة وتشوفها ثمارة ما تطمع كثير وتقول خلاص بخليها ثمار، لا، حتى إذا قلمت الثمر في البداية أفضل للشتلة عشان تعطيك بيسمنت. طيب لو خذيتنا اليوم شريت هذه مثلا هذه النبتة، طيب كيف أعتنيها من أول يوم إلى سنة؟ تعتنيها بشيء واحد، إذا باغي تعطيها سماد مرة واحدة وعدت تنساها سنة، وطبعا ما تقلمها لمدة سنة، تحفر حفرة أكبر عن الأصيص، وبعدين تعمل سماد في القاع تحت، تغطي بتراب وتزرعها وعدت تنساها على طول، هي تباشر عمرها وحدها، هي تبحث عن السماد وحدها، وبعد سنة ابدي التقليم المتوسط والتقليم الجائع. جميل. وأمورك طيبة. بالروب. ويمكن طبعا الناس يجي هنا ويستشيروه. ويمكن يستشيروه لأنه حاضرين. لأن خبراتك يعني ما شاء الله. يعني أنا أحب إن أنا حتى لو سمعت في الإنترنت والتفاصيل والعناية كيف لازم أطبق المعلومة وحدي عمليا. ما شاء الله. في التجارب عندي تجارب كثيرة. أتوقع هذا المشتل ألفريدو يمكن يكون فيه مختبرات زراعية. يعني يمكن يكون في احد المؤسسات او الجامعات او الكليات مهتمين بالزراعه وبالتحسين الزراعي، يمكن انهم يعملوا لك هنا مختبر. والله ليش لا يعني يتعاونوا معك. ليش لا، تدريب الطلبه، تدريب الباحثين، تواصل الباحثين. انا الحين احب اي واحد يعني عنده هوايه في هذا المجال ويكلمني انا ارتاح نفسيا. ايوه مرتاح في هذا اللقاء انت مرتاح يعني مبسوط، خاصه الايطالي. طيب الإيطالي هذا مجنن بي يعني أشجار ما شاء الله ثمينة ونزرعها في البلد معنا وتثمر ما شاء الله. طيب